السلام عليكم. مر عام كامل منذ انطلاق عاصفة الحزم التي قادها التحالف العربي. حدثت جملة من التغيرات التي لم تعد تخفى على أحد، سواء على الصعيد العسكري السياسي أو العسكري أيضا. مسار تفاوضي يفوح في الأفق في جولة الكويت القادمة على ضوء تلك المرتكزات السياسية ذاتها التي انقلب عليها المخلوع والحوثي، وهي العملية السياسية ممثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، إضافة إلى القرار الأممي الذي يحمل في مضمونه الجوهري الأهداف ذاتها التي يقاوم من أجلها الأحرار من أبناء الشعب مسنودين بالتحالف العربي. شهد هذا العام المتاعب والمكابدات الطويلة والمعاناة أيضا على صعيد الشعب، فإلى أين تمضي البلاد؟ إلى خيار الحسم العسكري على ضوء المقاومة والجيش الوطني تحت لافتة الشرعية المحلية والدولية، أم إلى الخيارات السياسية على ضوء القرار الأممي والذي ينص على الانسحاب وتسليم أسلحة الدولة المنهوبة واستعادة مؤسسات الدولة؟ وكيف بالإمكان الركون إلى الالتزام بتنفيذ القرار والقبول بالحل السياسي من قبل تحالف الانقلاب الذي انقلب على كل الحلول السياسية مرارا وتكرارا؟ ما الذي يلوح في الأفق تحديدا؟ وما علاقة ذلك الأفق بالنسبة لحياة الشعب الذي تضرر مباشرة منذ الانقلاب على الدولة؟ وما مستقبل جولات المفاوضات السياسية القادمة في الكويت؟ حول هذه الأسئلة ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة، فكونوا معنا ولكن بعد أن نذهب لمشاهدة هذا التقرير. تغيرت قواعد اللعبة تماماً، لا أوراق إقليمية مجدية للانقلاب، ولا الزيارات لسفارات بوتين أثمرت، ولا الورقة العسكرية التي انقلبوا بها أتت أكلها. عام منذ أجهضت العملية السياسية واختطفت الدولة وأفرغ كل شيء من مضمونه إلا من جوع السياسة وخساراتها التي دفع اليمنيون ثمنها باهظا، قبل أن تدب فيها الحياة من جديد بفعل الثلاثية التي لا يستطيع أحد إغفالها: عاصفة الحزم والمقاومة الشعبية والقرارات الأممية. عام أوشك قبله مطار صنعاء أن يصبح محطة ترانزيت بين طهران وصعدة، وأوشكت صنعاء أن تصبح ولاية تتبع الفقيه الإيراني كما أعلن عنها في لحظة نشوة النصر. عام مضى منذ انطلاق موجة الغبار التي أثارتها زوبعة الانقلابيين قبل أن تتلقفها عاصفة الحزم وتمحي آثارها. رفض التحالف الانقلابي طويلا كل فرص الحوار، وهو يراهن على عجز الشرعية وهشاشة المقاومة، لكن لا هذا ولا ذاك منحه الأمل بالاستمرار، فعاد ليلعب بورقة الحشد والحشد المضاد. لكن ما الذي سيقدمه سراب الحشود لشعب أصبح ظمآنا للحياة أكثر من ظمأه للسياسة؟ تغيرت قواعد اللعبة إذن، فقبل عام من الآن كان الحوثيون يجرون مناورات على الحدود مع المملكة، واليوم ينزعون الألغام بأيديهم المنكسرة، وهم يسعون لتحسين شروط التفاوض كآخر الخيارات الاستراتيجية بأيديهم للخروج بأقل الخسائر الممكنة بعد إعلانهم الموافقة على تطبيق القرار الأممي. يشرع اليمنيون أبصارهم لعام جديد بعد عاصفة الحزم تحمله المرحلة القادمة، مع الإعلان عن قرب انتهاء العمليات العسكرية لمرحلة الاستقرار والأمن وإعادة بناء ما دمرته الحرب. لكن قبل هذا يظل التساؤل الآن: ما هو الأفق الأقرب لسماء السلام بالنسبة لليمنيين؟ هل ستنجح العملية السياسية وتؤتي ثمارها ولو متأخرا؟ أم أن الحسم العسكري سيظل هو الخيار المر الذي سيجعل أطراف الشرعية والتحالف العربي مضطرين لخوضه، خصوصا أن الرهان على التزام التحالف الانقلابي بالحلول السياسية المستدامة يبدو أمرا غير وارد من خلال التجارب الطويلة معه. إذن مشاهدينا الكرام، للحديث حول هذا الموضوع سيكون معنا عبر سكايب من عمان المحلل السياسي عبد الناصر المودع. مساء الخير أستاذ عبد الناصر. مساء الخير لكم. بداية أستاذ عبد الناصر، يعني عام مضى على عاصفة الحزم، حدثت الكثير من المتغيرات السياسية، كيف تقرأ هذه المتغيرات؟ يعني ما لا شك فيه أن العملية وما أدت إليه من تفاعلات داخلية وإقليمية ودولية خلقت أوضاع جديدة تماما في اليمن، لكن أهم سمة من هذه السمات أنها حققت الجزء من أهدافها، وهو أوصلت الرسالة قوية للحوثيين ولحليفهم الرئيس السابق صالح بأنهم
لن يحكموا اليمن وأنهم لن يستفردوا بحكم اليمن. كانت هذه هي أهم الإنجازات التي حققتها عاصفة الحزم، ولكن الإنجاز الهدف الرئيسي الآخر وهو إجبار الإنقلابيين على العودة حتى الآن لم تتحقق، وهذا له أسباب كثيرة لا يمكن تفصيلها نعم. فيها، ربما هذه الحلقة ليست مخصصة لذلك، ولكن بشكل عام الهدف الرئيسي تحقق وهو منع الإنقلابيين من السيطرة على الدولة اليمنية. الهدف الآخر وهو عودة الشرعية وإلغاء الإنقلاب، هذا الهدف لا زال الآن نحن في وسط مرحلة، هذه المرحلة أثبتت بأنها مرحلة معقدة جدا. كان هناك سوء إدارة للعملية بشكل عام من قبل السلطة الشرعية ومن قبل دول التحالف، كان هناك سوء تقدير، كان هناك أخطاء ارتكبت من هذا الجانب، ولكن بشكل عام الآن نحن في وضع أصبح الجميع يدرك بأن لا يمكن لأي طرف أن يحكم اليمن وحده، وهو الأمر الذي إن كان هناك نية لدى الجميع فأن البديل عن استمرار الحرب هو العودة إلى المفاوضات، والمفاوضات على أسس حقيقية لبناء دولة حقيقية وليس محاصصات جديدة، لأن المحاصصات الجديدة معناها ستكون هناك هدنة لفترة مؤقتة ثم تنفجر حرب أخرى. طيب أستاذ عبد الناصر، يعني قبل أن نذهب للحديث عن موضوع الأسس التي يجب أن تكون عليها المفاوضات، يعني نتحدث فقط برأيك، هل انحسر المد الإيراني إن صح لي القول الذي قيل أنه سقطت رابع عاصمة عربية في أيديهم بسبب الانهزامات العسكرية التي حدثت في ساحة المعركة في اليمن؟ يعني الرسالة التي وجهتها عاصفة الحزم كانت بالدرجة الأولى لإيران، وهي أنه الدول الإقليمية وتحديدا السعودية لن تسمح لإيران بأن يكون لها نفوذ في اليمن وأن تستخدم نفوذها هذا للإضرار بدول الجوار. هذه الرسالة تحققت من حيث الشكل، ولكن من حيث المضمون لا زال ما دام الحوثيون الذين هم وكلاء إيران في اليمن لا زال لهم سلطة ولا زال لهم نفوذ في بعض مناطق اليمن، فلا نستطيع أن نقول بأن النفوذ الإيراني قد انتهى من اليمن. لا يمكن الحديث عن انتهاء النفوذ الإيراني إلا بعد أن إما يتخلى الحوثيون عن مناهجهم وعلاقاتهم مع إيران وأسلوبهم فيما كانوا سائرين عليه، أو أن ينهزموا هزيمة كاملة، حينها نستطيع أن نقول بأن إيران خسرت الوكيل الرئيسي. هناك وكلاء فرعيين وهامشيين. من هم هؤلاء الوكلاء؟ يعني بعض القوى الانفصالية، بعض القوى اليسارية المحسوبة على اليسار، على الحزب الاشتراكي، ولكن هذه قوى صغيرة جداً وليس لها أي ثقل. وكما أن القوى الانفصالية التي كانت قريبة لإيران هي أثبتت أنها ضعيفة جدا في الميدان، وبعضها تخلى عن إيران وتحول إلى وكيل آخر في الإقليم، ولكن يظل وكيلهم الرئيسي هو الحوثي، وبالتالي أي هزيمة كاملة للحوثيين في اليمن تعني هزيمة المشروع الإيراني. طبعا الرئيس السابق صالح حاول أن يغازل إيران، حاول أن يدخل مع الحوثي في شكل من أشكال نقول العلاقة مع إيران، ولكن إيران بشكل عام كانت تركز كل جهودها على الحوثي، وعلاقة الرئيس السابق صالح مع إيران هي علاقة تكتيكية للحوثي، لا صالح يريدها لأنه يدرك بأنها ليس هناك من جدوى بأن يرتبط بإيران، لأنه لا إيران تثق به ولا ليس بينها وبينه أي علاقة أيديولوجية أو مذهبية. نعم. أو أي شيء. نعم أستاذ عبد الناصر، اسمح لنا أن ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ محمد موسى العامري، مستشار رئيس الجمهورية. مساء الخير أستاذ محمد.
مساء النور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا. وعليك السلام ورحمة الله. أستاذ موسى، يعني بعد مرور عام من عاصفة الحزم، ربما لخص الأستاذ عبد الناصر معنا أنه تحقق أهم هدفين لهذه العاصفة، يعني هناك هدفين لهذه العاصفة. الأول منع الانقلاب من التحكم بجميع مفاصل الدولة، والثاني هو عودة الشرعية. ربما الأول تم تحقيقه، ولكن متى برأيك سيتحقق الثاني وتعود الشرعية إلى أرض الوطن؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، كذلك يعني يضاف إلى هذين الهدفين الهدف الأكبر، وهو إسقاط المشروع الإيراني في المنطقة بكاملها. فنحن نعلم أن الحركة الحوثية ذات أبعاد إقليمية ومدعومة ومسنودة إيرانيا، هذا المشروع الذي كان يريد أن يهيمن على المنطقة نستطيع أن يقول أنه نستطيع أن نقول ونجزم بأنه قد سقط هذا المشروع. فيما يتعلق بعودة الشرعية، الشرعية طبعا اليوم موجودة على أجزاء كثيرة من اليمن. السؤال ربما يكون إلى بعض المناطق وبالذات العاصمة صنعاء. في الحقيقة هناك يعني توجه كبير جدا إلى أن يطبق القرار 2216، توجه إقليمي، توجه دولي، وكذلك الشرعية لا تساوم أبدا على هذا المسار. اليوم المبعوث الدولي يتكلم أن الحوثيين قد قبلوا بهذا القرار وبأن يسلموا به. نحن نعلم أنهم يراوغون وأنهم يلعبون على الوقت وأنهم يريدون أن يستفيدوا من مسألة إيقاف إطلاق النار، لكن نحن نقول بكل تأكيد اليوم نحن غير أمس، غير قبل شهر، الأمور إن شاء الله إلى مزيد من التقدم. نعم. الأمور يعني تتجه مهما كان يعني باتجاه يعني فرض سلطة الدولة واستعادة جميع ما اغتصبته هذه الميليشيات وإعادة جميع مناطق اليمن إلى حاضنة الدولة. نعم أستاذ محمد، يعني ما الجديد الذي لديكم في المفاوضات الجديدة التي ستكون في الكويت؟ الجديد أنه كان هناك طبعا اختلاف في تراتيبية تطبيق القرار. هناك من يطرح التسوية السياسية، نحن قلنا من أول لحظة أن التسوية السياسية مرحلة متأخرة، وأنه ينبغي أن نبدأ في تطبيق القرار باستعادة الدولة وسحب الميليشيات وإعادة الأسلحة المنهوبة إلى الدولة، ويعني فك الحصار. هناك قضايا رئيسية خمس ستكون على طاولة المشاورات في الكويت، أولها استعادة الدولة، ثانيا سحب الأسلحة المنهوبة ومؤسسات الدولة والترتيبات الأمنية وملف حقوق الإنسان ما يتعلق بالإفراج عن السجناء وفك الحصار. هذه القضايا قضايا محورية، ومسألة التسوية أو الحديث عن التسوية السياسية هذه مسألة لاحقة لا يمكن الخوض فيها في هذه المرحلة. نعم. دون أن تتحقق استعادة الدولة. نعم، ما هي الضمانات التي لديكم لتحقيق هذه الشروط المبدئية التي تحدثت عنها، استعادة الدولة والانسحاب وتسليم الأسلحة؟ لا يوجد شيء اسمه ضمانات سوى الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على أرض الواقع، هي الضمان الوحيد لهذا الجانب، وكذلك يعني مساندة أشقائنا في التحالف العربي. هذا هو الضمان الحقيقي لبسط واستعادة نفوذ الدولة على كامل التراب اليمني. يعني نعود إلى مثلا الحسم العسكري، إذا رفض الحوثي الحلول السياسية؟ حقيقة نحن لا نحبذ الحرب، ولم يعني وليس هذا مطلبا بالنسبة لنا، لكن للأسف جماعة الحوثي وصالح المخلوع صالح بتعنتهم ومضيهم في غيهم وارتكابهم لهذه الحماقة هم الذين فرضوا هذه الحرب وفرضوا على الشعب اليمني هذه المقاومة وهذا الأسلوب. احنا لا نريد هذا في الحقيقة، ولسنا حريصين على ان بل نحن نحذر ونرفض ان تصفك اي قطرة دم يمنية، لكن للأسف حماقات اولئك وعنجهيتهم واستخفافهم بدماء الشعب اليمني
قادوا الناس إلى هذا المسار الذي لم يكن محبذا ولا مرغوبا. نعم أخيرا أستاذ محمد، يعني هناك من يرى أن الحرب طالت لهذا الوقت عام كامل، وذلك بسبب سوء إدارة حكومة هادي وشرعيته في البلاد المحررة، وكذلك في كثير من الملفات التي يفترض أن يكون فيها الأمر أكثر حسما، ما رأيك؟ بكل تأكيد يعني القصور موجود والضعف موجود. نحن حقيقة عندما نتكلم عن حكومة نحن نتكلم عن وضع غير طبيعي، حكومة يعني ليست يعني مكتملة الصلاحيات. تعلمون أنتم أن القوى الإنقلابية يعني قد سلمت لهم معسكرات الدولة، سلم لهم صالح كل خزائن الدولة وكل معسكرات الدولة. هذه إشكالية، يعني نحن نتحدث عن وضع طبيعي، وفي نفس الوقت أيضا لا نبرئ أحدا من في الحكومة يعني مهما كان من التقصير، ولذلك نحن ندفع دائما باتجاه أن يكون هناك جدية وأن يكون هناك عزم وأن يكون هناك تصميم وأن يكون هناك استفادة من اقتناص الفرص، ويعني توجيه الشعب اليمني والاستفادة من الوقوف المجتمع الدولي والإقليمي معنا في هذه المرحلة. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ محمد موسى العمري مستشار رئيس الجمهورية، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك أستاذ عبد الناصر. أستاذ عبد الناصر، يعني هناك حديث عن تسوية سياسية ربما ذكرها أيضا الأستاذ محمد موسى العامري، وأيضا الإنقلابيين يعني يريدون أن تكون هذه التسوية السياسية هي بادئ أو النقاط الأولى في المفاوضات القادمة. هل تجد أن ذلك مقبولا بوجود تسوية سياسية مع طرف إنقلابي؟ يعني في كل الأحوال الميدان يفرض أحيانا حلول غير منطقية أو غير طبيعية، ولكن ما دام هذا الطرف مسيطر على جزء مهم من الدولة وتحديدا العاصمة صنعاء ومعظم سكان اليمن الآن تحت سيطرته، في هذه الحالة هو يستطيع أن يتمسك وأن يضع بعض الشروط. وفي المقابل السلطة الشرعية لديها إلى جانب الشرعية لديها جيش ولديها مقاومة ولديها دعم إقليمي لا زال حتى الآن قوي ومؤثر. كل هذه هي كل طرف لديه أوراق يتفاوض من خلالها، ولكن في الأخير أي تسوية، معنى كلمة تسوية هي تتم بين المتصارعين. البديل عن التسوية هو الحسم العسكري لأحد الأطراف، أنه يحسم الموقف عسكريا ثم يفرض على الطرف الآخر الاستسلام، وبالتالي هنا ليست تسوية. أما أي تسوية أو أي تفاوض هو سيتم بين القوى الموجودة على الأرض، وحاليا القوى الموجودة على الأرض هي في الطرف الآخر هم البوثيون والرئيس السابق صالح، وفي الطرف الآخر الحكومة الشرعية والقوى المقاومة المتنوعة. نعم أستاذ عبد الناصر، هل تجد أن يعني ذهاب الحوثي للمملكة العربية السعودية لوضع حلول سياسية وأيضا مباحثات جديدة، هل هذا دليل على خسائره في الميدان؟ بلا شك أن الضغوط العسكرية أثرت على الحوثي، إضافة إلى أن انسداد الأفق، أي عاقل في الحركة الحوثية يدرك بعد عاصفة الحزم بأن هناك فيتو وهناك معارضة إقليمية وهناك رفض واسع داخلي لحكمهم لليمن، وبالتالي ليس لهم من أفق للحكم. هم في البداية حاولوا أن يستنسخوا تجربة حزب الله، أن يكون هناك سلطة ضعيفة وأن يكون هم القوة الفاعلة والرئيسية التي توجه هذه السلطة. عندما استقال الرئيس هادي والحكومة فشل هذا النموذج. النموذج الآخر الذي حاولوا أن يسوقوه أو أن يطبقوه في اليمن نموذج الولي الفقيه، بحيث يكون عبد الملك الحوثي بمثابة المرشد الأعلى وهناك سلطة سياسية تتبعه، ولكن هذا الأمر أيضا فشل بعد الإعلان الدستوري الذي لم يستطيعوا حتى أن يفعلوه على الأرض. والنموذج الثالث الذي حاولوا أن يدخلوا في أي تحالف من أي كان ويحكموا اليمن، وهذا أيضا فشل بعد عاصفة الحزم. كل هذه النماذج أثبتت فشل المشروع الحوثي، ولكن لا يمكن حتى الآن الركون والقول بأن هذه الحركة التي علمتنا بأنها
حركة غير راضية سياسيا، حركة يعني من خلال كلامك أستاذ عبد الناصر، هل نستطيع القول أن الانقلاب فشل سياسيا وتبقى له فقط المسألة العسكرية؟ هو فشل سياسيا من اليوم الأول، لأن أي انقلاب لا يمكن أن يصبح انقلاب كامل أو انقلاب ناجح إلا عندما يسيطر على الدولة في نفس الوقت أن يفرض مؤسساته. الانقلاب لم يستطع أن يفرض مؤسساته، ظل الانقلاب، لأن الانقلاب تم كما نعرف يعني في ظروف مختلفة، وساعد الانقلابيين ليست قوتهم الذاتية ولكن ضعف خصومهم وتآمر خصومهم بما فيهم الرئيس هادي الذي وفر الكثير من الفرص والذي ساعد الحوثيين للوصول إلى صنعاء، وبالتالي هؤلاء لم يكونوا حتى مهيئين نفسيا ولا مهيئين إداريا للخطوات التي كانوا يقبلون عليها، ولهذا رأيناهم كانوا كلما وصلوا إلى مأزق يهربون إلى الأمام ويدخلون في وينتقلون من بالأزمة اليمنية من مربع إلى مربع جديد دون أن يكون لديهم أي خطة حقيقية لكيفية حل المشاكل التي كانوا هم يختلقوها. وبالتالي هذه الحركة منذ البداية اتضح بأنها حركة غير ناضجة وأنها عبارة عن مشروع فوضى، ولا زالت هي مشروع فوضى لليمن. لهذا السبب لا يمكن الآن الركون إلى أن هذه الحركة وصلت إلى قناعة بأن تتصرف بمسؤولية، لأنها هذه الحركة كونها ارتبطت بالعمل العسكري وبالذهنية الميليشياوية بالذهنية السلالية لقادة الحركة وجزء كبير ممن يؤيدها تجعلها غير قادرة على التراجع. هي ليست حركة سياسية ناضجة، حزب سياسي، يعني مثلا المؤتمر الشعبي بكل عيوبه يظل في الأخير حزب سياسي يمكن أن يكون جزء من عملية سياسية، يمكن أن يقدم تنازل هنا وتنازل هناك ويصبح جزء من حكومة انتقالية أو حكومة ائتلاف أو أي شكل من أشكال تقاسم سلطة، ولكن هذه الحركة التي هي في الأساس حركة عسكرية، حركة عنيفة، حركة إقصائية، يعني طبيعتها حركة إقصائية، دخلت في حروب مع قوى كثيرة حاولت أن تصفيها أو أن تلغي وجودها في الأماكن التي هي مسيطرة عليها، وبالتالي هي لم تضع لنفسها حتى خطط للعودة، ولا تمتلك أيضا أي مقومات لأن تكون طرف سياسي حقيقي من ضمن القوى السياسية المجتمعية. لأنها عندما نأتي نقول ماذا تمثل الحركة الحوثية، من تمثل، يعني لا جهويا لا يمكن أن نحسب أن المنطقة الزيدية هي مجيرة للحركة الحوثية، هي ليست كذلك، ونحن كلنا نعرف المنطقة الزيدية هذه وحجم الحوثيين فيها، هم لا يمثلوا قادة المذهب ولا زعماء للمذهب الزيدي حتى نقول بأن المذهب الزيدي هو يتبع بشكل تلقائي للحوثيين كما هو حال حسن نصر الله فيما يتعلق بالشيعة في لبنان، كما أننا لا نستطيع أن نقول بأنه يمثل جهة معينة أو يمثل طبقة سياسية معينة أو طبقة اجتماعية معينة، هم في الأخير حركة صغيرة جدا، التمثيل الشعبي أو من مؤمن بهذه الحركة ويشعر أنه جزء من مشروعها يمكن لا يتعدوا 2 3 4 5% في أفضل الأحوال، هي فقط استطاعت أن توسع من نفوذها بسبب العمل العسكري وبسبب تخاذل السلطة وبسبب الصراع الذي كان دائرا بين النخب السياسية التي استفادت منه، أما مشروعها ليس لديها مشروع، وبالتالي هذه الحركة لا يمكن توقع منها أن تتخلى عن السلاح، لأنها تدرك أنها عندما تتخلى عن السلاح ستصبح حركة صغيرة جدا مثل حزب الحق الذي هو قريب من حيث التوجه ومن حيث الأفكار قريب للحركة الحوثية، وبالتالي هذه الحركة لا أعتقد بأنها ستترك السلاح هكذا بدون أن تجبر على أن تترك السلاح. نعم، إذن سأعود إليك أستاذ عبد الناصر، أنت والسادة المشاهدين، لكن بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ عبد الناصر. أستاذ عبد الناصر، لو تحدثنا عن المفاوضات الجديدة، هناك يعني حديث عن قبول الحوثيين بتنفيذ القرار 2216، ولكن هذه ليست المرة الأولى التي يعلن عنها هذا القبول، تقريبا في كل المفاوضات يعلن عنها يعلن ولد الشيخ أن الحوثيين يوافقوا على ذلك، هل تتوقع أن هذه المرة سيتكرر السيناريو ونصدم برفضهم أثناء المفاوضات أم سيكون هناك قبول حقيقي هذه المرة؟
يعني القرار الأممي في مضمونه العام ينص على في حال طبقه الحوثيين معناه أنهم استسلموا وانتهت الحركة كحركة، يعني تسليم الدولة، تسليم الأسلحة، تفكيك الميليشيات، الخروج من مؤسسة الدولة، كل هذا يعني عمليا هزيمة كاملة للحوثيين. وبالتالي الحديث عن أنهم سيطبقوا القرار هذا أمر مستبعد تماما ومستحيل. هم فقط يناورون من أجل تخفيف الضغوط الدولية، من أيضا من أجل إحراج الحكومة ودول التحالف ورمي الكرة إلى ملعبهم، والقول بأننا أوكي نحن قبلنا من حيث المبدأ تطبيق القرار، ولكن يضعون بعد ذلك شروط أنه أوكي نطبق القرار، ولكن بعد أن نشكل حكومة وحدة وطنية، نوجد جيش بشراكة كاملة. طبعا لما يقصدوا بشراكة كاملة يعني أنهم يكونوا هم المهيمنين عليه والمسيطرين عليه، بأن يضعوا رجالهم في هذا الجيش، أو الحكومة أيضا يريدوا حكومة يضعوها بشروطهم. وكل هذه الأمور يستحيل في الوقت الحالي ولا حتى الأشهر. نحن عرفنا في بعد أن سيطر الحوثيون كم ظلت المفاوضات في ظروف مختلفة لتشكيل حكومة ما سمي حكومة الكفاءات. نعم. ظلت فترة طويلة. قبلها أيضا الحديث كان عن تغيير حكومة الوفاق الوطني، كم ظلت الحديث عن التغيير أو آلية التغيير أخذ فترة طويلة. ولهذا لا يمكن توقع بأن تشكل حكومة بالمواصفات الذي يريدها الحوثي، يشكل جيش وطني بالمواصفات الذي يريده الحوثي، تشكل مؤسسات دولة بالمواصفات الذي يريدها الحوثي، لأنه هو يقول أنه سلم لمؤسسات دولة تكون فيها الشراكة الكاملة للجميع، وهذا لسوء الحظ موجود داخل بعض قرارات مؤتمر الحوار، وخاصة فيما يتعلق بقضية صعدة والذي وضعه الحوثيون. نعم أستاذ عبد الناصر، اسمح لنا فقط أن ينضم معنا الكاتب الصحفي الأستاذ عادل الأحمدي من الرياض عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ عادل. أتابعكم من أول حوار. أستاذ عادل هل تسمعني؟ نعم أستاذ آسيا. أهلا بك أستاذ عادل. بداية أستاذ عادل، التحولات السياسية كثيرة من ناصر، الله يسلمكم. أهلا بك. التحولات السياسية أستاذ عادل بعد عام من عاصفة الحزم، برأيك ما الثابت فيها وما المتغير؟ أعتقد يعني المسارة نحو التسوية السياسية تبدو هذه المرة أكثر من أي وقت مضى خلال العام الماضي. هذه المرة نتيجة أولا لما حدث من اتفاق حدودي ما بين الحوثيين والسعودية، وكذلك نتيجة في مؤشرات عديدة منها تصريح عسيري أن العملية الكبرى في اليمن أوشكت على الانتهاء. يبدو أن الحرب بدأت تحط أوزارها، وبدأت بالتالي هموم السلام وهموم المحادثات والتفاوضات هي التي الآن تسيطر على الكثير. على أي أساس الحرب؟ نعم، على أي أساس الحرب وضعت أوزارها أستاذ عادل؟ أقول لك أنها الآن في طريقها لأن تضع أوزارها، وما يحدث الآن أعتقد أنه عبارة عن إبقاء الحسم العسكري خيارا احتياطيا، ولم يعد هو الخيار الرئيسي في الوقت الحالي، هذا ما أقصده ربما يعني. طيب أستاذ عادل، هناك يعني غيوم تتشكل وتوشك أن تمطر في الكويت، وأعتقد أن الكرة الآن في ملعب المتفاوضين وفي ملعب المبعوث الدولي بدرجة أساسية إسماعيل ود الشيخ أحمد، لأن الحوثيين والإنقلابيين بشكل عام قبلوا بالعودة للتفاوض على أساس القرار 22/16. لكن هذه ليست المرة الأولى أستاذ عادل. نعم، هذه ليست المرة الأولى الذي يعلنون فيها قبولهم. يرى الأستاذ عبد الناصر المدعي أن قبولهم بهذا القرار هو مستبعد تماما، لأنه يعني انتهاء حقيقي لهذه الحركة، أن تسلم السلاح، أن تستعيد الدولة، يعني أن تعود الدولة، كل هذه وتنسحب أيضا من المنظمة، كل هذه الأمور معناها القضاء عليها. هل ستوافق؟
أنا أتفق مع الأستاذ الناصر، طبعا أنا ولا أقصد القبول طبعا بال يعني بالتفاوض على أساس القرار 22/16 يختلف اختلاف كبير جدا عن قضية تنفيذ القرار نفسه، وهنا تأتي الإشكالية الحقيقية التي نحن كيمنيين نشعر بصعوبتها نتيجة تجربتنا الثقيلة والمؤسفة في التحاور مع الانقلابيين بشكل عام، لأنهم لا يحفظون يعني لا يفون بتعهداتهم، يتخذون من الهدن عبارة عن استراحة محارب أو يحاولون فرض شروطهم بحيث أنهم مثل ما ذكر أن يسلموا سلاحهم إلى دولة قد هم يكونوا المسيطرين عليها أصلا يعني. وأعتقد أن إشكالية تسليم سلاح الحوثيين هو الإشكالية التي تواجه مثلا طرف المتمثل في الحوثي، مثل ما يمثل أيضا بقاء الرئيس هادي أعتقد إشكالية لدى المفاوض المؤتمر يعني. نعم، إذن ابقى معنا أستاذ عادل، سأعود إليك، ولكن بعد أن أنقل فكرتك للأستاذ عبد الناصر. أستاذ عبد الناصر، يرى الأستاذ عادل أن الحرب شارفت على أن تضع أوزارها، وبأن هذه المرة الحوثيين ربما يبدون أنهم جادون في مسألة تنفيذ القرار 22/16 مع بعض الاختلافات، يعني هم يجدون صعوبة في تسليم السلاح، كما يعني هناك صعوبة أيضا في قبول هذه كطرف في الحوار بالنسبة للمؤتمر، ما رأيك؟ يعني أتمنى أن يكون توقعات الأخ عادل صحيحة، ولكن الحرب لا يمكن أن تضع أوزارها ما لم يكن هناك تسوية حقيقية قد تم الاتفاق عليها، وحتى الآن ليس هناك في الأفق ما يشير. يبدو أن المؤشرات الإيجابية التي استند عليها الأخ عادل هي الهدنة التي لا زالت صامدة بين الحوثيين وبين السعودية، وهذه خلقت بعد جديد للوضع في اليمن، ولكن يمكن قراءتها في سياق آخر. يبدو أن الحوثيين بدأوا يستخدمون تكتيك جديد، وهو تخفيف الضغط عليهم من قبل السعودية والتفرغ للداخل، بمعنى أنهم تجزئة الصراع. في البداية كان الصراع شامل وعلى كل الجبهات، في حال أنهم استطاعوا أن يحيدوا الجبهة الحدود مع السعودية وأن يحصلوا على مواقف أقل نقول ليست متساهلة معهم من قبل السعودية، هذا يعتبر تكتيك جديد من قبلهم. ولكن في النهاية ما الذي سيقدمه الحوثيون؟ ما الذي يريده الحوثيون؟ يبدو أن لديهم خطة هم لا يعلنوها، ولكن نستطيع أن نستشف هذه الخطة. هذه الخطة تقوم على أنه تقسم اليمن إلى 3 أقاليم، وهذا الكلام أيضا الرئيس هادي صرح به، ويبدو أنه منسجم معهم بشكل أو بآخر مع الحوثيين في هذه الخطة. هذه الخطة تقوم على تقسم اليمن إلى 3 أقاليم، إقليم جنوبي وإقليم وسط الذي هو تعز وإب وجزء من تهامة، وإقليم الشمال الذي هو المنطقة الزيدية مع مارب مع الجوف مع جزء من تهامة، وتكون هذه تحت سيطرتهم. وبالتالي نحن أمام مشروع يبدو أنه مستحيل أن يطبق، ولا يمكن السعودية أيضا ولا يمكن للداخل اليمني أن يقبل بمشروع تفكيكي للدولة اليمنية، وهو سيكون صيغة لاحتراب دائم، يعني ليست صيغة حقيقية للتعايش كما يتوهم الحوثيون أو يتوهم الانفصاليون أيضا من الطرف الثاني الذي قد يقبل بهذا. اسمح لنا أستاذ عبد الناصر أن ينضم إلينا أيضا عبر الهاتف الأستاذ إبراهيم المرعي، وهو الخبير العسكري والاستراتيجي من الرياض. مساء الخير أستاذ إبراهيم. أهلا وسهلا، من أبو ظبي. أهلا بك، من أبو ظبي عفوا. هناك تقدم عسكري أستاذ إبراهيم، وأيضا إسناد عربي بعد عام من العاصفة، ما هي قراءتك لهذا العام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أختي الكريمة وأحيي مشاهدي قناة بلقيس وحي ضيوفك الكرام. نحن نقول أن ولله الفضل والمنة أنه تحققت إنجازات خلال هذا العام. من أهم هذه الإنجازات أولا تصحيح مسار الأمم المتحدة التي شاركت في بداية الانقلاب على تقنين الانقلاب وشرعنة هذا الانقلاب من خلال ممثلها جمال بن عمر الذي اجتمع بالانقلابيين في موزمبيق رغم وجود الرئيس والحكومة تحت الإقامة الجبرية، فكان يراد من ذلك مباركة هذا الانقلاب، وكان الأمر يبدو عاديا وبغطاء دولي. ولذلك نحن نقول أن أول إنجاز عاصفات الحزم هو
القرار الذي صدر في 14 أبريل وهو القرار 22/16 بتصحيح الأمور، ووصف الشرعية بالرئيس هادي والانقلابيون بالمخلوع وأتباعه والحوثيون وأتباعه. النقطة الثانية هو تحرير 90% من الأراضي اليمنية وعودة الحكومة وعودة الرئيس هادي إلى عدن. النقطة الثالثة والمهمة إعادة ميزان القوى في شبه الجزيرة العربية وفي منطقة الشرق الأوسط وإيقاف المد الفارسي. ولذلك الملف اليمني أو الأزمة اليمنية كانت هي بداية لإعادة تصحيح موازين القوى الذي كان يراد لإيران أن تهيمن على العواصم العربية، وكان ذلك بضوء أخضر من الدول العظمى للأسف الشديد. ولذلك نقول أن العاصفة كما كان لها إنجازات داخل اليمني وإنجازات على الأمن الإقليمي، كان لها إنجازات على ميزان القوى. المسارات التي سارت بها عاصفة الحزم لم تقوم بها أي دول أخرى أو أي تحالفات أخرى. نرى عمليات تحرير تسير في المحافظات التي لم تحرر حتى الآن، ونحن نتحدث عن إقليم أزال وأكيد سهامة، وبعض المحافظات الأخرى كإقليم الجرد نتحدث عن تعز وأيضا التعز التي ما زالت محاصرة، والبيضاء نتحدث عن مسار آخر موازي مسار السعادات الإنسانية والجهد لجميع الدول التحالف، كل دولة باستطاعتها والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والكويت والسودان، نتحدث عن المسار إعادة الإعمار. نعم، ربما سيادة العقيد، ربما هذه المسارات الإيجابية التي تحدثت عنها لعام من عاصفة الحزم، ولكن هناك أسئلة تشوب هذه المسارات، خاصة فيما يتعلق بتحرير تعز وأيضا الوقوف على بوابة صنعاء، وأن الموضوع تحول إلى موضوع مفاوضات سياسية. ما رأيك؟ أولا الحرب هي طرف وفرق، نحن لا نقلل من قدرات الخصم. الخصم الذي حارب الشعب اليمني وحارب الشرعية لديه قدرات في سرعة الحشد، في الانتقال من موقع إلى آخر. ولذلك رأينا هناك في بعد إعلان فك الحصار عن تعز من الناحية الضباب والناحية الجنوبية الوازعية، كان هناك وقد حذرنا منذ اليوم الأول، وكان لي اتصالات شخصيا مع قيادة المقاومة سواء مع عبد الصغير أو مع الشيخ محمود المخلافي شخصيا تحدث معهم، وقلت لهم يجب أن لا نفرح بالنصر، فقد فرحنا به قبل 6 أو 7 أشهر صحيح. ثم عادوا وحاصروها. ولذلك كان المطلوب هو إيقاف خطوط الإمداد ما بين إب وتعز وما بين الحديدة وتعز، لم تتوقف ولم تقطع خطوط الإمداد. كان هناك جهد جوي، ولكن كان الأسلحة والمعدات الثقيلة قد لا تكون كانت كافية. على كل حال فيما يخص تعز العمليات ستجري وستحاصر تعز. أما فيما يخص صنعاء فقيادة التحالف والجيش الوطني يريدون أن تحرر صنعاء بأقل الخسائر بصفتها العاصمة، وألا ينالها من وألا يكون هناك ضحايا في عمليات التحرير. أما الجهد السياسي الذي يكمل الجهد العسكري والمفاوضات السياسية فهي طبيعية، فنهاية كل حرب عبر التاريخ لم تنتهي إلا بحل سياسي، ولكن يجب أن يكون الحل السياسي، ويجب ألا يحمل في طياته أي بذور لحرب قادمة. لا نريد أن يخوض الشعب اليمني ودول التحالف أو الدول الخليجية حربا قادمة ضد الحوثيين بعد 5 سنوات الآن عام 2020. ما الضامن أستاذ نعم سيدة العقيد، ما هو الضامن لعدم وجود حروب أخرى إذا يعني عدو اليوم سيصبح شريك في العملية السياسية في الغد؟ جميل جدا، أنا أقول لك ما هو الضامن. خاضت الحكومة اليمنية 6 حروب، وقد يقول البعض أنها حروب كان فيها من الخبث الاستخباري للمخلوع الذي أراد لهذه الحركة أن تبقى ليتلاعب بها
وليضرب بها فصائل أخرى ليبقى بالسلطة. هذه لعبة تاريخية سياسية مكشوفة استخدمها المخلوق. نعم. ثم دخلت المملكة في 2009 وكان هناك مشاركة لا عسكرية. نتحدث عن حرب 2015. ما هو الضامن لكي لا يكون هناك حربا قادمة؟ هناك 24 فقرة في القرار 22-16. أهم فقرة يجب ألا يتنازل عنها المفاوض اليمني. تسليم ولا يتنازل عنها الشعب اليمني. نزع سلاح الحوثي. نعم. يجب أن ينزع سلاح الحوثي. إذا نزع سلاح الحوثي قبل بما تقبل به الفصائل السياسية الأخرى. أما إذا بقي هذا السلاح مع الحوثي فلو مكانهم لما أدعمت لا للحكومة الشرعية ولا للشعب اليمني ولا للدول الإقليم، لأن لدي سلاح. ولذلك يجب ألا تتكرر تجربة حزب الله الذي الآن يمنع وجود رئيس في لبنان ويسيطر على مفاصل الدولة وأصبح يصوت باسم إيران في جامعة الدول العربية. نعم. يجب ألا نسمح بتكرار ذلك من قبل هذا الحزب الذي يأخذ تعليماته من طهران. والله نعم. لو كان حزبا يمنيا خالصا لكان الأمر أهون، ولكنه ليس حزبا يمنيا وليس من الشيء يمنيا. نعم. وهذه هي مشكلته. نعم. وهذه مشكلة ربما منذ مؤتمر الحوار أنه لم يتشكل كحزب سياسي يمكن التحدث معه. وكما تفضلت سيادة العميد أن أكبر ضامن هو تسليم السلاح، سلاح الدولة وسلاح أيضا الذي لديه، حتى يعني يضمن اليمنيون ألا تعود هناك حرب أخرى. شكرا جزيلا لك العقيد إبراهيم المرعي الخبير الاستراتيجي والعسكري، كنت معنا عبر الهاتف من أبوظبي. عودة إليك أستاذ عادل، هناك حديث أو اتفاق بين الأستاذ عبد الناصر وأيضا والعقيد إبراهيم المرعي أن بعد كل حرب لابد من وجود مفاوضات، ولكن هذه الحرب لن تنتهي إلا بوجود تسوية سياسية حقيقية. ما رأيك أستاذ عادل؟ أولا نحن يعني كمنيين بشكل عام، أو أعتقد حتى وزيرنا وكذا، لا أحد يريد استمرار الحرب بأي شكل من الأشكال، ولكن الكل يبحث عن سلام حقيقي ودائم لا تعد بعده الحرب، ولا تكون الدولة بعد ذلك مختطفة بطريقة حزب الله وبطريقة السلطة المعطل وما يعملون الآن. تجربة إيران في التغلغل داخل الأنظمة وإضعاف الدولة لصالح الجماعة معروف جدا. أنا أشارك الأستاذ عبد الناصر المودع جميع مخاوف، وهذا لا يخفى على أحد، إنما نحن الآن نقول هناك عملية سياسية. أعتقد أن المسألة اليمنية أو الملف اليمني الآن لم يعد يهم السلطة الشرعية وحدها. نعم. إنما أصبح يهم دول الإقليم ككل. نعم. وبالتالي أعتقد أن الدفع الآن بالعملية السياسية يعني إلى أي مدى ممكن أن توصل إليه أمر لا بد منه. وكذلك طالما أن الطرف الآخر وطرف الانقلابي أيضا أعلن الآن ترك الإعلان شيء والتنفيذ شيء، وما بينهما بعد ذلك صحيح. هي تتوقف بعد ذلك على شطارة المفاوضين وعلى قدرة الأدوات الضغط. نعم. نعم اتضحت الفكرة أستاذ عادل الأحمدي الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الرياض. عودة أخيرة لك أستاذ عبد الناصر المدع. يقول إبراهيم المرعي الخبير العسكري والاستراتيجي أن الضامن الوحيد لعدم تكرار هذه الحروب هو تسليم الأسلحة، وأن تجد أن هذا بمثابة انتحار من قبل الحوثي إن وافق عليه، فكيف ستكون المعادلة برأيك؟ طبعا عندما أقول انتحار أيضا هو ممكن أن حتى يستطيع هو أن يستمر بحمل السلاح من خلال الادعاء بأن بنود مؤتمر الحوار تشترط أن لا يسلم السلاح إلا بعد أن يدمج في جميع مؤسسات الدولة، في أن تصاغ الدولة بشكل آخر، وبالتالي لديه أكثر من طريقة ليتحايل وليقول أنه لن يسلم السلاح إلا بعد أن تتشكل دولة جديدة يصيغها هو. هذا من حيث ما سيحاول أن يتصرف به أثناء المفاوضات، ولكن على الأرض إن لم تكن هناك قوة قادرة على إجبار الحوثي على أن يسلم سلاحه، لا أعتقد بأنه سيسلم سلاحه لا أحد. هذا من تجربة كل الشعوب، وخاصة إذا كانت الحركة ليس لها مشروع سياسي. يعني أنا أتخيل مثلا حزب المؤتمر الشعبي لو كان لديه ميليشيا
ممكن أن يسلم سلاحه، لأن لديه مشروع سياسي يستطيع أن يمارس العمل من خلاله، وبالتالي لا يحتاج إلى السلاح مثل الاحتياج الحوثي. كذلك حزب الإصلاح وغيره، أي حزب عندما يكون لديه مشروع سياسي ما أو لديه الثقة بأنه سيستطيع أن يمارس السياسة دون العمل العسكري سيقبل أن يسلم السلاح حتى بعد حربها. يعني هكذا حدثت في بعض الحروب أن بعض الجماعات المتحاربة سلمت سلاحها، ولكن نحن نتحدث عن ميليشيا لديها مشروع لا يؤيده إلا جزء صغير من المجتمع. هذه المشكلة الأساسية التي مشكلة الحوثي الأساسية، أنه ليس لديه مشروع يؤيده ناس كثير، بالتالي عندما يترك سلاحه وينزل إلى انتخابات سيجد مؤيدين، ولكن هو يدرك أنه عندما يسلم سلاحه، عندما يسلم الدولة، عندما لا يصبح يمارس السلطة عن طريق القوة وعن طريق العنف، هو يدرك بأنه لا أعتقد بأنه سيحصل في أفضل الأحوال في حال أجريت انتخابات حقيقية في اليمن، لا أعتقد بأنه سيحصل على 5%، وهو يقارنها بما يمتلك الآن عبر السلاح وعبر العنف، ويقارنها بأنها لا شيء، وبالتالي هو لن يسلم السلاح. هذا مسألة المنطقة، التاريخ ومنطقة السياسة تقول هذا، لكن نحن سنترقب. نعم سنترقب ما الذي سيحدث، خاصة أن نشاهد حالة استثنائية في اليمن. نعم هناك قرار أممي، يعني نتمنى أن ينفذ، وسنترقب نحن المفاوضات القادمة التي قيل بأن الحوثي يعني وافق على تنفيذ هذا القرار. شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد الناصر المودع المحلل السياسي، كنت معنا عبر سكايب من عمان، وشكر كذلك للضيوف الذين كانوا معي في هذه الحلقة، كما هو لكم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد، كنوا برعاية الله وأمنه.